السلام عليكم متابعينا، اليوم عندنا أسعار القلايات الهوائية. نبلش بماركة بومان، قلاية بدون زيت سعر 42 دولار، سيلفر كريست 6 لتر 42 دولار، سيلفر كريست 7.5 سعر 49 دولار، قلاية كنت 9.5 لتر سعر 142، قلاية كنود 11 لتر سعر 129 دولار، قلاية نوال 10 لتر 79 دولار، قلاية الكتريك أوفن 62 دولار، قلاية بوكاك 64 دولار، قلاية موديكس 122 دولار. وعدنا قلاية المتين ضمان، طبعا تجي سنة، السعر 61 دولار، قلاية ميديا 81 دولار، قلاية كند 104 دولار، قلاية مونوليكس الفرنسي 141 دولار، والموديل الثاني السعر 107 دولار، قلاية موديكس 56 دولار. طبعا هاي أسعار القلايات الموجودة بالعراق، وأيضا موجودة خاصة في عشتار مول كربلاء المقدسة، متوفر خدمة توصيل لجميع المحافظات العراق. بس اكتبوا على انستغرام او الفيسبوك عشتار مول، تقدرون تطلبون من عندهم اي شيء، وراح اخلي لكم الرابط، رابط الصفحة ورقم الموبايل مال المول، لان متوفر خدمة توصيل لكل محافظات العراق. تحياتي للجميع.